على الاستضافة الممتازة، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن جماهير النادي الأهلي اللي أول ما لبيت طلبت أنه علي معلول يكون موجود في قناة الأهلي، لبيت الدعوة وإن شاء الله تكون حلقة ممتازة والجماهير تستمتع إن شاء الله. إن شاء الله تكون حلقة ممتازة معك إن شاء الله. ندير الحلقة بالتونسي ولا بالمصري؟ شوية 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 تونسي شوية مصري. تونسي شوية مصري. إن شاء الله. كويس. علي معلول يعني خلال فترة توقف النشاط الرياضي دلوقتي في مصر وفي العالم كله، يوم علي معلول ماشي إزاي دلوقتي؟ والله يا كابتن كنت قعدت شوية في البيت من الأول أسبوعين، اتمرنت شوية في البيت، لكن بعد عندي زميلي مدير فندق كان كلمني وكان وفر لي هنا ملعب عشان اتمرن فيه وجيم، فبقالي اسبوعين دلوقتي وانا في الفندق ونحاول ان نتمرن ان شاء الله باش كي ترجع التدريبات نكون حاضر ان شاء الله. يعني علي معلول في حياته حتى برغم من توقف النشاط الرياضي لكن بيتعامل مع كرة القدم كأنه محترف، يعني في رغم التوقف عايز تحافظ على فورمتك برضه. لا اللعيبه بتاع النادي الاهلي كل لعيبه محترفه، يعني نتبع في بعضنا نتصلوا ببعضنا، اللاعبين كل قاعده تتمرن، اللاعبين كل قاعده تحافظ على اللياقه البدنيه بتاعها، نعرفوا اللي احنا وصلنا في المنعرج الاخير في البطوله الافريقيه اللي هي البطوله اللي نستناو فيها الناس كل كجمهور كاداره كلاعبين، لازم نرجع ان شاء الله يا ربنا ان شاء الله يشيل علينا الغمه هذه نرجع نلقاو واحنا ان شاء الله حاضرين بنسبه 100% ان شاء الله. اكيد وانت بتتكلم عن البطوله الافريقيه ودايما يعني هدف قدام علي معلول هنتكلم عنها دلوقتي باستفاضه، في تواصل من الجهاز الفني دلوقتي مع علي معلول في البرامج وفي التدريبات اللي هو بيشتغل عليها دلوقتي؟ اكيد اكيد الاطار الفني في تواصل مع اللاعبين الكل، عندنا برامج تتبعث لنا على الواتساب نحاول نطبقها، حتى اللي ما عندوش مكان مش يجري فيه ملعب ولا اي حاجه نجم يعمل تدريبات هذه في المنزل، يعني الجهاز الفني حارس انه اللاعبين الكل يكونوا حارسين على اكلهم وعلى شربهم وعلى التمارين بتاعهم، ان شاء الله باش كي نرجعوا ما نخسروش وقت باش نبداو حاضرين ان شاء الله للمقابلات. ان شاء الله، يعني خلاص كده كابتن علي معلول بيطمن جمهور النادي الاهلي مع عوده النشاط الرياضي، علي معلول جاهز لاي وقت ان شاء الله. ان شاء الله اللاعبين كل جاهزين ان شاء الله باش نرجعوا للمستوى اللي كملنا به قبل التوقف هذا، ان شاء الله اللاعبين تاع النادي الاهلي نرجعوا الكل في الفورمه تاعنا ان شاء الله. ما شاء الله.